طيب أشتري ولا أجر بيت؟ يعني في أسئلة كتير عن الموضوع ده، والموضوع ده ملوش إجابة محددة أوي، الإجابة ترجع لك أنت. في 2008 كنت جيت من نيويورك على دالاس، وكان بالنسبة لي شراء البيوت شيء مغري جدا لسببين. رقم واحد إن أسعار البيوت في دالاس أرخص بكتير من نيويورك، البيوت هنا مبنية أجدد وأكبر. الحاجة التانية إن في 2008 كان سوق العقارات نازل شوية، وكان ممكن الواحد يعني ياخد وقته إن هو ينقي البيت اللي هو عاوزه. كان في بيت بالتحديد واحد صاحبنا جابه، كان جابه ب260 ألف، الكلام ده في 2008. البيت ده دلوقتي هو عرضه للبيع ب390 ألف، يعني في خلال 10 سنين البيت زاد حوالي 50%. طبعا الزيادة دي في ناس ممكن تبص وتقول الزيادة دي مثلا مش كبيرة بالمقارنة بزيادة العقارات في مصر. العقارات في مصر 20% ممكن في السنة، ممكن 30%، ممكن أكتر. إنما هنا زيادة العقارات بتبقى متوازية مع موضوع التضخم. التضخم في مصر عالي جدا، يمكن 20% في السنة، 25% في السنة تضخم، هنا في حدود يمكن 5 أو أقل من 5% كمان في بعض الإحصاءات. فدايما زيادة البيت المفروض بتبقى هي أعلى من معدل التضخم شوية، بس دايما بتبقى متوازية، يعني متوازية مع معدل التضخم اللي في البلد اللي بتشتري منها. برضو في 2008 كنت ببص على شقق، بص على بيوت وعلى شقق. لما تيجي تروح حته جديده بتبقى طبعا انت مرهون بان انت مهما عملت ريسيرش ان انت تبقى عاوز تعرف الحته نفسها عامله ازاي بعد ما تزور. فكان الانطباع الاول ليا ان انا اشتري، العمليه رخيصه جدا ومغريه جدا، بس لقيت ان انا اجر لفتره قليله قبل ما اشتري، احاول بس اشوف اكتشف المدينة. فكان في شقة كويسة جدا، أنا كانت معروضة للإيجار ب1150، ده في 2008. أنا كلمتهم من كام يوم علشان أعرف بس الإيجار بقى بكام، بقى ب2000، يعني الزيادة حوالي 75% في العشر سنين بالنسبة لموضوع الإيجار. طب نبتدي بالبيت. فنفترض ان انا اللي كنت اشتريت البيت ده ابو 260 في 2008، 260 ألف، لو البيت معروض يبقى نحط 5% مقدم، ال 5% دول حوالي 13 ألف، وفي مصاريف تانية الشاري البيت بيدفعها، mortgage initiation، closing cost وحاجات كده، في حدود بتبقى في حدود يمكن 2-2.5% تقريبا، ونزود كمان يمكن مبلغ يكون حاجة تحطها في البيت، هتغير حاجة وكده. فتقريبا احنا ال 5% هيبقوا 13 ألف، مصاريف الشراء البيت 5 زائد 2 بالتقريب، يعني خليها 7، نقفلهم 20 ألف كله. فأنا لازم أبقى جاهز علشان أشتري البيت ده لازم أبقى جاهز ب20 ألف. فان هنحط ب260 ال 13 ألف ده الداون بيمنت، فده هتروح للون المورجج بتاع المورجج اللي واخدينه من البنك. فهنقسط باقي المبلغ 260 ناقص 13 يبقى 247. في 2008 كانت الفايده على اللونز بتاعه البيوت 3%، دلوقتي عاليه يعني تقريبا 5%، بس كانت زمان كانت بالتقريب 3، كانت قليلة. لو هناخد اللون على الأسامشنز التالية، اللون هيبقى ب247، الفايدة هتبقى 3%، اللون هيبقى على 30 سنة. حطيت أنا الأرقام شوية ولقيتها إنها هتكون في حدود القسط الشهري اللي هيضم كل حاجة هيبقى 1800. كل حاجة دي ايه؟ كل حاجة هتبقى طبعا اللون، وهتبقى الفايدة،
هتبقى الضرايب، وهتبقى في انشورنس، في مورج انشورنس، في الانشورنس على البيت، ممكن يبقى في اتحاد ملاك، بتبقى ساعات في مناطق بيبقى فيها اتحاد ملاك فبتدفع ده. فمن 1800 ده اللي تقريبا هتدفعه في الشهر، اللي هتدفعه تجاه اللون بس حوالي 1000، ده طبعا في السيناريو ده وده في ده بس. الباقي هيكون المصاريف اللي هي انا بعتبرها، او في ناس بتعتبرها، مش انا اللي بعتبرها على فكره، ان دي فلوس يعني رايحه في الهواء. ال 1800 دول هيبقوا اللي هم 1000 رايحين لللون والانترست. في حاجه اسمها امورتايزيشن، الناس اللي دارسه محاسبه عارفاها، باختصار ان لما بتاخد لون على المدى الطويل ده بيبقى في الاول خالص انت بتدفع اكتر للفايده واقل للون الاصلي. ففي العشر سنين في الاسامبشنز اللي عملناها حوالي 600 من اصل 1000 هيروحوا للفايده، و400 هيروحوا لاصل اللون. في اخر العشر سنين العمليه بتتعكس. طبعا كل ما بتقعد في البيت اكتر كل ما بيبقى المبلغ اكبر رايح لاصل اللون ومبلغ اقل رايح للفايده. فدي ال1000. فاضل ال800، احنا قلنا معظم ال800 دول حوالي مثلا 600 او شويه هيروحوا للضرايب. طيب الضرايب كتيره ليه كده؟ الضرايب العقاريه بتختلف من ولايه لولايه، وبتختلف من كاونتي لكاونتي، وممكن في سيتي بتحسب حاجات زياده، في سيتي بتحسب حاجات اقل. الافريج على في تكساس حوالي 2% في السنه، الافريج هنا في دالاس حوالي 2 تقريبا 2.5%، ساعات اكتر حسب الحته. الضرايب هنا في حتت، طبعا يعني في حتت في معينه في نيويورك رخيصه جدا، في نيويورك سيتي الضرايب يمكن اقل من 1%. في حتت في نيويورك روشستر ولونج ايلاند بتبقى حوالي يمكن قريبه من 3%. في حتت في نيوجيرسي عاليه، في جنب اتلانتيك سيتي عاليه الضريبه العقاريه. في تكساس بالذات اتكلم على تكساس، ان مفيش ستيت انكم تاكس، فبيحاولوا يعوضوا عن الجزء الغايب من الريفينيوز بتاعه الولايه اللي هي الضريبه العقاريه. الضريبه العقاريه دي بتساهم في دفع المدارس، البوليس، تصليح طرق والكلام ده. طب بغض النظر عن موضوع الضرايب ده، الموضوع ممكن يعني يطول الكلام فيه، انا عاوز بس احط السيناريو بعد 10 سنين. السيناريو اللي هو قلناه هنشتري البيت ب 260، هنحط 5% وفي مصاريف شراء البيت، وهنقسط ال 247، فبعد 10 سنين هيحصل ايه؟ فانا حطيت حبه ارقام كده ونشوف الارقام مع بعض. بعد 10 سنين هتبقى المديونية اللي عليك البنك 188,000. فأنت يعني لو هتحب تبيع البيت، هو عرضه ب 390، في 188 هيروحوا للبنك، والباقي هنشوف هتخصم منه ايه كمان. بعد 10 سنين كمان هيبقى أنت سيادتك دفعت 66,000 دولار فايدة على اللون، وده برضو بيرجع لموضوع الامورتيزيشن اللي اتكلمنا عليه. الفايدة بتاعة المورجج هنا بتبقى معفية من الضرايب، فأنا عملت rough calculation كده، فقلنا الافريج ممكن يبقى اعتبار ان انت دفعت 53,000 دولار في العشر سنين فايدة على اللون. فاحنا بعد 10 سنين هيبقى في التكلفه اللي انت البيت كلفك في 7000 الاولانيين اللي هم بتوع شراء البيت والكلوزنج كوست والحاجات دي، ففي 7 احنا قلنا، في ال 53,000 فايده، في حوالي 60,000 ضرايب، والانشورنس، ولو في اتحاد ملاك ولا حسبتها بحوالي 36,000. فانت مجموع المصاريف بتاعت البيت
هتبقى 156 ألف. طيب مبلغ، طبعا في ناس بتقول ده ال 156 ألف دول في الأرض، أوكي. فبعد 10 سنين هتبيع البيت 390، في 188 دول مديونية للبنك، هيرجعوا للبنك. في كمان اللي بيبيع البيت هنا هو اللي بيدفع الكوميشن بتاعت الريل استيت ايجنت، الكوميشن بتبقى 6%. البايرز ايجنت والسيلرز ايجنت بيقسموا الكوميشن دي 3% و3%، بس انت طالع لك 6%. 6% من المبلغ ده حوالي 23000 24000، خليهم 25000، لان برضو السيلر بيدفع لبيع البيت بيدفع مصاريف بس اقل من الشاري، فاحنا هنخليها 25000. فاحنا قلنا 390 ناقص 188 ناقص 25 هيبقى الصافي اللي راجع لك 177. ففي 177 وفي دول راجعين لك، بس منهم اوريدي 13000 انت كنت دفعتهم مقدم في الاول خالص، فانت اللي طلع لك صافي 164000. ال 164000 دول ميزتهم ايه بقى؟ ميزتهم ان هم معفيين تماما من الضرائب، ما فيش كابيتال جين تاكس عليهم. في شرطين، ان انت تبقى قاعد في البيت اخر سنتين قبل ما تبيع، و ان الربح ده ما يبقاش فوق ال 500000 دولار. غالبية الناس دي ما بتبقاش دي يعني السيناريو. فكل اللي طلع لك ده ال 164000 دول ربح ليك بعد 10 سنين. طيب احنا كده دي ارقام شراء البيت. نروح لارقام الإيجار. فالشقة اللي أنا كنت بصيت عليها كانت ب 1150 لو فاكرين، ودلوقتي بقت ب 2000. فقول الأفريج في العشر سنين دول الرنت اللي بتدفعها حوالي 1600 دولار. 1600 دولار في 10 سنين 190000 دولار اتدفعوا ومفيش أي حاجة راجعة لك منهم خالص. فده السيناريو التاني، سيناريو سهل وبسيط وأرقامه مش معقدة، وتقدر تقارن الأرقام الصافي اللي طالع لك من موضوع البيت وصافي اللي طالع لك أو مش طالع لك من موضوع الإيجار. أنا مش بقول اشتروا، لأن موضوع الشراء ده بيتوقف ليه عوامل كتير، فبيتوقف عليك أنت عاوز تشتري ولا لا، حاسس بان انت هتستقر في المكان ده ولا لا. انا رايي موضوع الاستقرار ده يعني هم 3 سنين، لو انت حاسس ان الموضوع هياخد اقل من 3 سنين ده ما اسموش استقرار بالنسبه لنا. لو اكتر من 3 سنين تبتدوا تدوروا على البيت. الحاجه الثانيه الفلوس اللي هتطلع لشراء البيت. احنا لو فاكرين في السيناريو بتاع شراء البيت كان لازم نطلع 20000 دولار، في ناس ما تقدرش تحوش 20000 مثلا، فبالنسبة لهم في موضوع الإيجار ده بيبقى أنسب. موضوع الإيجار برضو يبقى ممكن مناسب لواحد مثلا، واحد عازب، فممكن يشارك بالإيجار. فبدل ما نعمل المقارنة بين 1800 في الشهر و1600 في الشهر الشراء والإيجار، ممكن هو يبقى مشارك في البيت وبيدفع مثلا 500 600 دولار في الشهر وخلاص، تبقى بالنسبة له العملية محسومة يعني ماديا. البيت هيبقى أكبر، في لو في أسرة كبيرة بيلائم أسرة، بالذات لو في المدارس اللي حوالين البيت مدارس كويسة. أنا كنت عملت حاجة للمدارس دي وده شيء مهم جدا جدا، كنت عملت لايف أوديو على جروب، أو ممكن أتكلم في موضوع المدارس تاني لأن الموضوع غاية في الأهمية وفي ناس فهمها غلط شوية. فدي دي يعني دول الأرقام بتاعة الإيجار والشراء.
هم دول الاختيارين اللي موجودين لمعظم الناس. في اختيار ثالث بس ده نادر شويه، انا بسميه هاوس هاكينج. في سنه 93 كنت جيت نيويورك وقعدت عند صاحبي في كوينز. كنا قاعدين في بيت، كان البيت ده دور اول وتاني وتالت، واحنا قاعدين كنا قاعدين في الدور التالت، وكان 4 اوض نوم ومطبخ. الدور اللي تحتينا كانت اوضه واحده كان فيها واحده وجوزها يعني قاعدين فيها، وكانت الشقه كبيره وكده. احنا كنا بندفع 1000، هم كانوا بيدفعوا 850، وصاحبه البيت كان ساكنه في الدور الاول ومعاها الباك يارد، وما كانتش بتدفع اي حاجه. وانا متاكد ان ما كانتش بتدفع اي حاجه، لان كان سعر البيت ساعتها بحوالي 190 ألف. هو سعر البيت على فكره بصيت عليه برضو من يومين لما كنت بجهز بمليون و200 ألف دلوقتي، وهي ما دفعتش ولا حاجه. وانا فاكر الست دي كانت ست من تايلاند، كانت ست بخيله جدا ومقرطه على الفلوس جامد جدا، فانا متاكد ان هي يمكن لسه ماشيه في الموضوع ده لحد دلوقتي. فده السيناريو الثالث. طبعا مش اي حد يقدر يعمل السيناريو ده، لان مش اي بيت يتعمل فيه السيناريو ده. احنا كان لنا يعني مطلع منفصل، والناس اللي تحتينا كان لهم مطلع منفصل، وهي كان ليها المدخل بتاعها. هي كانت ست يعني قاعده لوحدها، مش خايفه مثلا ان في اطفال طالعين نازلين وعاوزين يلعبوا او عاوزين يعملوا. هي كانت تخلص الشغل ترجع وتروح البيت بتنام. ف المعضله هنا ان هو بيبقى فيه مبلغ معين او يعني محدد بند اللي انا بسميه بند المعيشه، يعني سواء هو رنت او سواء هو شر. والبند في امريكا او البند ده في امريكا ده اعلى بند للمصاريف الاسره او مصاريف الشخص يعني بشكل عام، لان الفلوس هنا انا اسف الاكل والمواصلات وكده اسعارهم معقوله بالنسبه للدخول، بالذات الاكل اسعاره رخيصه. فهو البند اللي بيقرق الناس كلها هو بند البيت. فلو يعني شايفين او يعني الواحد شايف ان هو في استقرار في الشغل، في استقرار في المنطقه، المدارس كويسه، معاك فلوس الداون بيمنت المقدم، يعني يتهيألي الحل الاحسن ان يشتري بيت. لو الموضوع ده مش موجود يبقى الايجار. على العموم يا ريت اكون وضحت وجهة نظري ويكون بفايدة للجميع.